هذا هو الخط الدولي الرابط بين سلطنة عمان والمحافظات اليمنية الواقعة على شريط الساحلي. يعد هذا الطريق نقطة الوصل لعبور المسافرين والبضائع التجارية المختلفة كالمواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها. غير أن هذا الخط الدولي الذي يمر بمديرية سيحوت باتجاه مديرية ساحل حضرموت بات يعاني من التهالك ويحتاج لإعادة تأهيل وترميم كامل أسوة بالخط الرابط بين الغيضة وسلطنة عمان. تمشي قاطرة ولا ثنتين حدد السنة سيرت لما تدخل في القاطرة بعدين تدخل في القاطرة الثانية. من الافضل والله المفروض يخلوا ساعه هذا الخط مرتين بيصلحوه، اما هذا تمشي ثنتين قواطر بيدحشين يمكن. اما فكرة هذا الخط دولي المفروض والله بيصلحوه، اما هو يمشين سيارات يمشين. والله من الايام كانوا والله يوقفون ثنتين قواطر ثلاث لما تمشي القاطر الاولى. يعني هذا خط دولي المفروض يصلحوه. لا تتجاوز عرض هذا الطريق 10 أمتار مما تسبب بتضييق حركة المرور وخصوصا الشاحنات الكبيرة، ما ينذر بحوادث سير كارثية. ويعود تاريخ تنفيذ هذا الخط لأكثر من 40 عاما، ما يفسر الحالة المتهالكة التي آل إليها والحفر والتشققات الكثيرة التي تعوق الحركة. ولا تقتصر هذه المشكلة في مديرية سيحوت فقط، بل تمتد إلى معظم مديريات ساحل حضرموت التي تعاني من المشكلة ذاتها. نحن نامل ونطالب الأخوة في جهات المسؤولة خاصة في السلطة المحلية في المحافظة حول توسعة هذا الطريق وتنفيذ مشروع توسعة هذا الشارع. سبق وكان في مشروع لكن توقف وتعرقل، لا نعلم أسبابه ما هي أسبابه، ولكن نامل إن شاء الله أن يجدد هذا المشروع لغرض توسعة هذا الشارع لما له من أهمية كثرة الحوادث فيه. وشارع صراحة يعني يحتاج إلى نظرة من السلطة المحلية بشكل عام في المحافظة في حضرموت وفي المهرة، فقد ضررنا كثير يعني، وشكت من المواطنين كثير شكوى شكاوي عندنا بحول هذا الموضوع. نتمنى إن شاء الله أن ينفذ هذا المشروع في أسرع وقت. يطالب المواطنين هنا بسرعة النظر في الخط الذي بات يشكل خطرا على الأرواح، ويتطلب التدخل السريع وإيجاد حلول عاجلة لتوسعة الخط وإعادة ترميمه وتأهيله من جديد ليعود بالنفع على المجتمع ويخفف من المشقات التي يعاني منها الجميع.